الحوار والتعليق ينضم معنا من بغداد بالصوت والصورة القيادي محمد الجنابي في تجمع القوى المدنية الوطنية. بداية سيد الجنابي، مرحبا بك في حصاد هذه الليلة. رئيس تجمع القوى المدنية الوطنية الأستاذ سعد عاصم الجنابي وجه رسالة إلى قادة العملية السياسية يدعوهم فيها إلى إدراك حجم الخطر والمشاكل التي تمر بها البلاد. ما أبرز هذه المخاطر التي تحدث بها والتي تحيط بالبلاد وعلى الساسة تداركها سريعا؟ تفضل. تحية لك ولمشاهدين قناتكم موقرة، وتحية إلى أبناء الخط الصد الأول من أطباء وكوادر طبية وقوات أمنية ساهرون وعاملون في حر النهار ومن أجل حياة المواطن العراقي وأمن المواطن العراقي، فتحية لنا ونقف لهم احتراما على هذه المواقف الطيبة لحفظ أمن وحياة المواطن العراقي. كذلك نحن كقوة مدنية وفي بيانات كثيرة للسيد رئيس تجمع القوى المدنية أستاذ سعد عاصم الجنابي منذ العملية السياسية البائسة منذ 2003 ولحد الآن، من طائفية وعرقية ونظام برلماني بائس ودستور لم يفضي إلى خدمة المواطن العراقي، كان فيها خطوات وتصريحات لتصحيح المسار نحو بناء دولة المؤسسات ونحو بخدمة المواطن العراقي وتشريع القوانين التي تهم المواطن العراقي. اليوم أصبح الطريق مقطوع أمام هذه الكتل السياسية، أربع برلمانات وأربع حكومات مضت لم تتطلع إلى خدمة المواطن العراقي بقدر ما تطلعت إلى استحواذ على المناصب والأموال الشعب العراقي وأموال العراق وامتثالها إلى دول أخرى وأجندات طائفية وأجندات عرقية خارجية لم تفضي إلى خدمة المواطن العراقي. لذلك هذه دعواتنا كقوة مدنية وعلى لسان السيد رئيس تجمع القوى المدنية، رسالة واضحة وخطوة صحيحة تبعتها خطوات كثيرة نحو تصحيح المسار، نحو نبذ الطائفية والعرقية، نحو تشكيل حكومة وطنية عراقية، تشكيل يعني كل المناصب من مدير عام، مدير قسم، وزير، حقائب وزارية، هيئات مستقلة تحت قبة البرلمان، يجب أن يضعون المواطن العراقي وخدمة المواطن العراقي والمؤسسة العراقية ومهنيتها صوب أعينهم، وترك ما استحوذوا عليه من أموال ومحاصصة وطائفية لم تفضي إلى خدمة المواطن العراقي ولا العراق. وحذرنا كثيرا ولم تكن التظاهرات العراقية في جميع محافظات العراق السابقة واللاحقة والمطالب المشروعة إلا رسائل كما بعثنا نحن الرسائل. المطالب المشروعة هي بناء مؤسسات دولة صحيحة خدمة المواطن العراقي، بناء دولة عراقية صحيحة تمتثل إلى علاقات دولية صحيحة على أثر مصلحة، إعادة البناء الزراعة والصناعة والتربية بطرقها الصحيحة، وانتشال المواطن العراقي من الأزمات التي تعصب به. نلاحظ هناك أزمات تعصب بالبلاد منذ سنين من أزمات أمنية وأزمات اقتصادية وأزمات صحية. اليوم الطريق أمام الكتل السياسية، لابد أن تكون هناك جدية وترك المساومة وترك المجاملة من أجل تشريع القوانين والالتفات إلى حياة المواطن العراقي. ونلاحظ إحنا ما حذرنا منه حصل الآن من أزمات اقتصادية وأزمات صحية بسبب تردي الواقع الصحي العراقي وتردي الأموال العراقية التي سرقت والفساد والمفسدين، ولم أي كل الحكومات التي أتت وتعاقبت نادت إلى محاربة الفساد والمفسدين لكنها كانت تجامل وتراعي مصالح الكتل السياسية. نعم. لا تراعي مصالح العراق. طيب. نعم. سيد الجنابي، أيضا يعني الأستاذ سعد عاصم الجنابي أشار في تغريدته أيضا إلى أن الحكومات السابقة لم تتدارك الأخطاء بل كرستها بالإبقاء على الطائفية والمحاصصة والفساد وعدم إنهاء ملف جرائم الاختطاف كما تعلم والقتل، مع التمسك للأسف الولاء الخارجي. هل الحكومة الحالية قادرة على تلافي تلك الأخطاء؟
يعني نتأمل خير بالحكومة، حكومة السيد الكاظمي التي أتت بعد يعني مخاض عسير لحكومة محمد علاوي ولم تفضي إلى التصويت، وكذلك حكومة الزرفي ولم تفضي إلى التصويت بسبب المحاصصة واملاءات الكتل السياسية والاستمرار بالاستحواذ على السلطة. لكن على يعني مساوئ هذه الحكومة وفرض الكتل السياسية لبعض الشخصيات التي هي بعيدة عن يعني الوطنية، لابد أن تكون هناك مساندة من أبناء شعبنا العراقي أو معظم الكتل السياسية لهذه الحكومة لكي تكون جادة في تنفيذ تنفيذ المشاريع، تشريع القوانين التي تفضي إلى البرلمان للتصويت عليها لتخدم المواطن العراقي، لكي تحل الأزمات الاقتصادية والأزمات الصحية والأمنية. ولا يمكن التعويل على قوت المواطن العراقي وحياة المواطن العراقي في حل هذه الأزمات، كون أن قوت المواطن العراقي والموظف العراقي يعني لا بد أن تكون هناك كمحاربة الفساد، إلى البحث عن أموال العراق التي سرقت، عن أموال التي صرف إلى أقليم كردستان خارج النطاق القانوني، عن النفط الذي يصدر في الأقليم خارج النطاق القانوني ولم تسلم الأموال إلى وزارة المالية بتصريح وزير المالية السابق، وكذلك الجمارك والضرائب. يجب أن تكون هناك جدية فعلا في محاسبة الأموال التي تصرف في الموازنات سواء للقيم أو إلى أي محافظة أو إلى أي وزارة من خلال يعني الرقابة المالية، لكي تكون هناك رقابة على الأموال التي تصرف، لا أن تعود الحكومة والحكومات والبرلمان إلى الشعب العراقي والمواطن العراقي عندما تحصل أزمة أمنية أو أزمة اقتصادية أو أزمة صحية. المواطن العراقي يجب أن يعيش بأمان يعني بشفافية ووضوح من خلال تطبيق وتشريع القوانين التي تهم العراق بصورة عامة وتهم المواطن العراقي بصورة خاصة. اليوم هذه المحاصصة الطائفة تعود مرة أخرى، يعني اليوم نلاحظ السيد وزير المالية الذي كان هو يعني وزير المالية اليوم يعاد مرة أخرى وزير خارجية. يعني لماذا هذا الفرض من أقليم كردستان على شخصية معينة؟ هل هي قادرة على حل أزمة أم هي مفروضة على السيد الكاظمي؟ لابد أن تكون هناك تعاون من الأقليم مع الحكومة المركزية، من الكتل السياسية مع الحكومة المركزية لكي نعبر هذه الأزمات التي عصفت بالبلاد. طيب سيد الجنابي، يعني كما تعلم هل استعداد يعني الحكومة الحالية كاف لتحقيق ذلك، خاصة وإن أحزاب المحاصصة قد تقف بوجه أي محاولة حقيقية للإصلاح؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك من يرى أن الحديث عن إصلاح حقيقي يمس المحاصصة وفساد الأحزاب، وكما تعلم لجانها الاقتصادية قد يكون ضربا من الخيال في ظل المعطيات الحالية، يعني أنت كيف ترى الأمر؟ يعني أولا ما تنوي هي الحكومة الآن هي البرنامج الحكومي، ومن أولوياته حل الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية. وأعتقد هناك جدية لكون المواطن العراقي يتطلع إلى مواقف حكومية وبرلمانية صحيحة، لأن اليوم حياة المواطن في خطر وقوت المواطن في خطر. وكذلك من أوليات الحكومة هي تشريع القانون الانتخابي والتصويت عليه البرلمان لكي يضمن صوت الناخب وحقوق الناخب العراقي، ويأتي ببرلمان صحيح يتطلع إليه الشارع العراقي دون تزوير ودون تحايل على صوت المواطن العراقي وبشفافية عالية، لكي نضمن تأتي برلمانات وحكومات قادمة هي من نبض الشارع العراقي ومن تطلعات الشارع العراقي ومن صوت الشارع العراقي، لكي تكون مسؤولة عن المواطن العراقي في تشريع القوانين التي تحال إلى الحكومة المركزية وتنفذ على أرض الواقع. وإلا إذا عدنا إلى نفس المحاصصة الطائفية كما شكلت في الحكومة الحالية والحكومات السابقة تحت في كمسمى مفوضية انتخابات بطريقة بالتفاف آخر، سوف نعود إلى نقطة الصفر وتعود المحاصصة مرة أخرى ويعود التزوير ويسرق المواطن العراقي، وتذهب مطالب المواطن العراقي والتظاهرات التي أريد منها تصحيح المسار مهب الريح، كون هناك لم تكن هناك جدية من المشرعين ومن القائمين على الشأن السياسي والشأن البرلماني والشأن الحكومي تجاه أزمات انتخابات وأزمات صحية وأزمات اقتصادية. طيب. وما حذر منه السيد الجنابي في التغريدات السابقة والبيانات السابقة في كل موقف من الحكومة أو البرلمان هو لتصحيح المسار، ونحن رقيبين كقوة مدنية على البرلمانات السابقة وعلى الحكومات السابقة، ليس لاستحواذ على مناصب أو المشاركة في محاولات
محاصصة طائفية أو عرقية أو على أموال، وإنما رقيبين على مواطن عراقي وعلى صوت المواطن العراقي وحقوق المواطن العراقي وحياة المواطن العراقي، كون هو هذا يعني مهمة إنسانية ومهمة خدمة للمواطن العراقي قبل أن تكون مهمة سياسية أو مهمة مهنية. طيب سيد الجنابي، هل الأزمة، هناك من يقول أن الأزمة الاقتصادية الحالية يعني ربما ستكشف عيوب الطبقة السياسية، خاصة يعني أنها لم تعتمد بشكل أو بآخر على الكفاءات في قيادة مفاصل الدولة إن صح التعبير، بل اعتمدت على المحاصصة. كيف ينظر التجمع الوطني حول هذا الموضوع؟ يعني ذكرت لك بأن القوى المدنية، نحن الناطقين باسم لسان القوى المدنية والشعب العراقي التي تطلع إلى المدنية، إلى بناء دولة مدنية صحيحة تضم جميع أطياف الشارع العراقي بدون استثناء. اليوم هذه الأزمة المالية، عندما اليوم الكل يتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي وحديث الناس بأن أسعار النفط قد يعني ارتفعت إلى ما فوق 40 دولار، لذلك على الحكومة أن لا تأتي إلى قوت المواطن العراقي والمتقاعد العراقي والإنسان المتضرر، بالعكس يجب أن تدعم المواطن العراقي في هكذا أزمات، أزمة صحية وأزمة حظر تجوال وأزمة اقتصادية. اليوم النفط يبدأ بالانتعاش، وكذلك يجب تقويم الزراعة والصناعة وقطع الطريق والحدود، يعني يجب فرض قانون على الحدود العراقية بعدم استيراد الزراعة والصناعة والانتعاش، ويجب الاكتفاء بالصناعة والزراعة العراقية. اليوم أكو مشكلة بالعراق، يعني المواطن العراقي معظم الفلاح العراقي، تلاحظ الشباب في مناطقنا الريفية معظمهم أما في وزارة الدفاع أو الداخلية أو موظف. الصناعي العراقي وشبابنا الصناعي أيضا تلاحظه هو موظف، هناك بطالة مقنعة في الوظائف، وعجزة الدولة اليوم بدأت يعني تزدجدي الأموال من هنا وهناك لتسديد الرواتب. إعادة الصناعة والزراعة وتخصيص الناس الذين يعملون بهذا المجال وإبعادهم عن الوظيفة في مجال الزراعة والصناعة، أولا لضمان قوتهم اليومي والشهري، وكذلك اكتفاء الذاتي للعراق من خلال الزراعة والصناعة، وكذلك أموال الواردات من الصناعة والزراعة العراقية هو الاكتفاء لسد الحاجة للاقتصاد العراقي، والاعتماد على فقط ليس فقط على النفط. اليوم لاحظنا هذا السياسة الخاطئة الاقتصادية التي تبنتها الكتل السياسية في الاعتماد الكلي على النفط العراقي، اليوم لاحظنا وصلوا إلى طريق مسدود. اليوم ما عندنا أي واردات، كل الواردات من جمارك وضرائب وأقليم كردستان والنفط الذي يصدر خارج النطاق القانوني هو أصبح من العبء ومشكلة على الحكومة المركزية. السياسة الصحيحة ندعو أن تخطو خطوة صحيحة باتجاه الأمن، باتجاه الاقتصاد، باتجاه الصحة، باتجاه التربية، باتجاه بناء علاقات صحيحة، ترك المحاصصة، ترك الطائفية، ترك الأجندات الخارجية، النظر إلى المواطن العراقي بداية صحيحة قد تقرب الشارع العراقي وتمنح الثقة ما بين تزداد الثقة ما بين المواطن العراقي والكتل السياسية عندما تكون جادة فعلا وبقلب إنساني صحيح أمام المواطن العراقي، تعاد الثقة، تبنى المؤسسات مرة أخرى، إبعاد المحاصصة والمؤسسات الرقابية عن المحاصصة السياسية والطائفية لكي يكون هناك أمل في بناء دولة العراق التي يشهد لها القاصي والداني، وبناء علاقات دولية وبناء الزراعة والصناعة والاكتفاء الذاتي وخدمة المواطن العراقي الذي تضرع وتحمل وقتل وسرق منذ 17 عام بسبب هذا النظام البائس والنظام البرلماني والكتل السياسية التي هي قتلت وسرقت الشارع العراقي. نعم، حدثنا من بغداد بصوتي وصورة سيد محمد الجنابي القيادي في تجمع القوى المدنية الوطنية، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة. شكرا جزيلا لك.